وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور رمضان، كيف ترى جهود الدولة في التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال البترول؟ الآن هذه الشركة الأمريكية، كيف ترى دورها في دعم أيضا القطاعات الاقتصادية الأخرى والقائمة على المشتقات النفطية وصناعة البتروكيماويات؟ هو الحقيقة أنا شايف أنه دي ظروف مهيئة جدا لمصر لكي تكرر تجربة نجاح مع شركة إني. والحقيقة أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس شركة إيفرون بيعكس اهتمام الدولة بقطاع البترول، واللي من خلاله الحقيقة حقق هذا القطاع طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية. وهذا الاستقبال كان له مردود إيجابي لأنه تحقق من خلاله نجاح غير مسبوق مع شركة إني الإيطالية زي ما ذكرت، لأنه بعد استقبال السيد الرئيس لرئيس الشركة وتوجيهاته بتكثيف التعاون معها وتسديل أي معوقات، حققت الشركة أهم اكتشاف للغاز في المياه العميقة بالشرق المتوسط. ده معناه أنه الشركات العالمية عندها ثقة في مصر، أنه مصر مهتمة بهذا القطاع، والآن ظروف مهيئة أنه العالم كله أيضا مهتم بهذا القطاع. وإذا ليه؟ الحقيقة كان هناك إصرار من مصر لكي يتم تحقيق اكتشافات، لأنه تخلت العديد من الشركات العالمية عن مناطق الامتياز اللي كانت بتمنحها مصر في المياه العميقة، وده ادى انطباع بعدم إمكانية تحقيق اكتشافات في المياه العميقة. لكن ثقة شركة إني بمصر وبالقيادة السياسية خلاها تضخ استثمارات كبيرة تحقق من خلالها اكتشاف حقل دور، اللي قال عنه رئيس شركة إني انه اكتشاف الشركه لاكبر حقل غاز طبيعي محتمل في العالم قباله السواحل المصريه من شانه ان يغير قواعد اللعبه لمصر وفقا لمفاهيم استقرار الطاقه. والحقيقه تحقق ما قاله رئيس شركه اني. دلوقتي شركه شيفرون طبعا هي عامله في مصر لكن لم تحقق النجاح اللي حققته شركة إني. أنا أعتقد أنها تجربة نجاح بإذن الله سوف تتكرر مع شركة شيفرون مثلما تحققت مع شركة إني. نعم، يعني نتحدث في المجمل دكتور رمضان عن مشروعات تعاون إقليمي جارية لربط ونقل وإسالة الغاز. هذا الأمر يعني مهم جدا في هذه المرحلة ومهم جدا لمصر خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية عالميا. إلى أي مدى يفيد مصر في هذا التوقيت اقتصاديا في رأيك؟ طبعا هيفيد مصر جدا. أولا زي ما قلت لحضرتك الظروف العالمية بتجعل أوروبا تهتم جدا بمصر لكي تكون مركز إقليمي لتصدير الطاقة المكتشفة في المياه العميقة، لأن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها خطوط أنابيب لنقل الغاز من المياه العميقة لمحطات الاستقبال الأرضية في بورسعيد، وأيضا تملك أكبر مصنعين لإسالة الغاز في الشرق الأوسط. فالظروف مصر مهيئة، ظروف العالم الآن للبحث عن بدائل للغاز الروسي زاد اهتمام أوروبا بمصر، ولذلك أنا متصور أنه العديد من الشركات العالمية بإذن الله سوف تضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق اكتشافات جديدة في مصر وأيضا في منطقة البحر الأحمر بعد أن تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. نعم. الحقيقة مكاسب مصر ليست اقتصادية فقط، لأنه مصر تستطيع أن تشتري الغاز المكتشف ثم يعني تصدره أو تأخذ رسم عبور
باستخدام البنية التحتية، وأيضا تأخذ رسم عن إزالة الغاز. ده من ناحية الاقتصادية. نعم. أما من ناحية السياسية طبعا فثقل مصر السياسي يعني بيزداد يوما بعد يوم للسياسة الحكيمة طبعا اللي بتتبعها القيادة السياسية. أشكرك جزيلا دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة.